السلام عليكم متابعين قناة سميلود ميكانيك، كيدايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان كيف ما كتشوفوا. جينا لواحد الماكينة هنا في الشانسي باش نبدلو لها واحد ريدويل، و المهم نبدلو لها شي فلترات و فيطونج و المسائل اخوتي كيف ما كتشوفوا. يلا داخلين دابا الشانطي اللي هي هادي، و الماكينة اخوتي اللي هي هادي. او دابا اخوتي كيما كتشوفوا احنا وصلنا. اخوتي كما كتشوفوا هذا هو الموتور ديالها، دي 325. شنو بغينا نحلو لها؟ بغينا نبدلو لها ريدول اخوتي ديال الموتور ديال الفيبروكون. كانت فيها لا كريمه؟ كانت فيها لا كريمه. وهنا خصنا نحيدو دابا مثلا نحيدو الرادياتور الففاره وداكشي باش ندوزو لسميتو باش ندوزو ل ريدويل باش نبدلوها. وهذا هو اللي كاين اخوتي. دابا غنبداو في العمل ان شاء الله، نبدلو حويجاتنا ونبداو في العمل باذن الله. وبقى معنا، المهم نصور لكم كلشي باذن الله ان شاء الله اخوتي. وهذا هو اللي كاين الطبيعه هنايا بعدا كيف ما كتشوفوا، طبيعه ناضيه هيا. وكنقدم لكم احسن ميكانيك سي محمد. هذا هو اللي كاين اخوتي، صورنا لكم شويه اجواء من هاد البلاصه هادي اخوتي. هذا هو اللي كاين. مع ذلك كورونا كدور، حنا جايين خدامين غير لواحد الدار السلامه ويحفظ وصافي. المعامل البشريه ما كايناش، حابسين الناس وداكشي. داكشي علاش؟ حيت كما كتشوفوا راه حابسين ما خدامينش هما، ولكن بغى يصلحوا. راكم عارفين ما كيحبس، حابسين الماكان قال لك صلحنا هادي صلحنا هادي، راه كيفاش ما عارفين. ومن بعد اخوتي كما شفتوا دابا حلينا البولي ديال الففاره، حلينا دوك البوند ديال الففاره، حيدنا الشبكه، حيدنا المسايد. دابا غنجبدوا الففاره اخوتي. جبد الفراخ يا محمد. المهم كما شفتو اخوتي هذه هي الفصاله ديالها في الطريق يا محمد. غنبداو دابا ان شاء الله نحيدو الرادياتور كما كتشوفوا اخوتي. نحيدو الرادياتور ونطلع ديك الساعه نكمل لكم فيديو اخوتي العزيز. من بعد اخوتي ملي شفنا حيدنا الكالندرا، هو دابا غنحيدو الرادياتور ان شاء الله باذن الله. سلام محمد. باش ما نمشيش ديك البلاصه، ها؟ ما نمشيش ديك البلاصه الاخرى. هنا هي ها كما قاصد برا فريد هذا الكابو ادم بدحني.
الكليات. من بعد اخوتي ما حيدنا الرادياتور كيف ما كتشوفوها هي اخوتي، من بعد ما حيدنا الرادياتور حنا الكالوندار داك الشبكه. دابا بقات لنا هنايا غير الرادياتور ديال الزيت، ما غاديش نحيدوها نخليوها. دابا حيدنا، من بعد حيدنا الكراوي كيف ما كتشوفوا، هما الكراوي حيدناهم. دابا غنحيدو داك البولي اخوتي اللي كتشوفوه، راه هذاك البولي غنحيدوه. هاد البولي هذا غنحيدو اخوتي باش نحيدو الريدول ان شاء الله كما شفتو. وهذا اخوتي، وهذا هو اللي كان. المهم نحلو البولي وديك الساعة نعاود نرجع لكم اخوتي. من بعد اخوتي ملي بغينا نحلو البولي بقى كيدور لينا. المهم هي الطريقة اللي درنالو، درنا الكريفة ودرنا فوق النوا بسيطة كالينا هنايا، يعني جات ساهلة باش عاود غتبقي تحل ديك البلاكة باش دير شيفران تما فوق لاموطور. درنا الطريقة هادي سقات مزيانة كما شفتوها، كدير الكريفة وكدير فوق منها الماسيطة بحال الشكل هذا كما شفتوها. هاهي صافي، كتكاليها يعني كتحل على خاطرك. دابا حلينا البومات ديال البولي، دابا نضربو يخرج ان شاء الله وديك الساعة نكملو ليكم. ودابا خوتي غنبداو نحيدو في البولي كيما كتشوفو. هاهو دا البولي اخوتي كما شفتو، هاهو البولي ديالها. الريدويل اخوتي فين كتكون الريدويل هي هادي. دابا غنحيدو، دابا غندوزو نرجعو نحيدو الريدويل. بقاو معانا بوز. ومن بعد اخوتي هي الريدويل حيدناها كما كتشوفو، قاسحة هنايا كما كتلاحظو هنايا قاسحة. المهم ركبو جديدة ان شاء الله وما يطويو داكشي ان شاء الله. هاهي ومن بعد اخوتي كما كتشوفوا هذه هي الريدويل الجديده اخوتي، هي هذه. نحيدوا لها هذه اللعيبه هذه، نديروها في البولي صافي. ترى هي هذه كنيس راه راه اللي هنا راه هذيك هاك نقلب هاك كانت نقلب خاصك تقلب نقلب هاك. وهادي هي ريدو اخوتي، دابا غنبلاصيوها غنديرو لها شويه الكولا. واخا فيها الكولا ديالها دوريجين، نديرو لها حنا واحد شويه دابا بلاصيو اخوتي. بسم الله ما غيبان لكم والو حيت راك عارفين الحشرات هنايا. صافي البوست. ومن بعد اخوتي كما كتشوفوا ها هي الريدول ركبناها كما كتشوفوا، ها هي الا كتبان لكم ها هي الريدول ركبناها اخوتي. دابا نزلو نركبو البولي وركبو الشيء الاخر اللي حيدنا اخوتي. وكيف ما كتشوفوا الاخوان ديالنا سالينا العمل ديالنا اخوتي، كما كتشوفوا ركردنا داكشي كما كان. دابا بقى لنا غنكبوا الماء ونديروا امارش والله يسخر هادشي اللي كان اخوتي. ركبنا الرادياتور، ركبنا الكالوندار، ركبنا البولي، المسائل، الدوريتات، كلشي مزير ان شاء الله كما كتشوفوا مدزن ديالنا. وهذا هو اللي كاين اخوتي. المهم نتلاقاو في فيديو ان شاء الله اخر. ما تنساوش اخوتي الناس اللي بغى يتابعونا يتابعونا معنا، وديما يوصلهم الجديد ويديروا الجرس، ما ينساوش الجرس. ديما ان شاء الله الجديد باذن الله اخوتي. يا الله يخلي لكم الراحه وساعتكم سعيده اخوتي. هيا تبقى امارش اخوتي كيما كتشوفوا. ان شاء الله كل شيء هو هذاك.